صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سورة معينة من القرآن يوميا كسورة البقرة، وذلك للرقية والتحصين من الشيطان؟ تخصيص سورة معينة يوميا لا يحتاج إلى دليل، لكن إذا قرأ الإنسان من القرآن في يومه فهذا يعتبر وردا، وردا من القرآن يرتب عليه يوميا، وينبغي أنه يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى ينتهي منه، ولا يبقى على قراءة سور أو آيات معينة يرددها دائما، وإنما يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى يخلص منه. والذي ورد أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، هذا الذي ورد، ويقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب أيضا آية الكرسي وهذه السور الثلاث، وكذلك بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي والسور الثلاث، لكن بعد المغرب وبعد الفجر يختص، لأنهما تكرر فيهما السور الثلاث ثلاث مرات، أما في بقية الفرائض فتقرأ هذه السور مرة مرة. هذا الذي ورد. نعم.